لك بنتي نفختيلي قلبي، ايه نفختيلي قلبي وانا عم اخذ واعطي معك فالج ولا تعالج. لك على شو شايفه حالك ورافعه مناخيرك؟ ها لك احمدي ربك اللي انت امين. مين تقدم لك؟ ليش هيك عم تحكي ابي؟ ليش هيك عم تحكي مع البنت؟ شو صلاح افندي؟ ليكون بدك تعلمني الحكي على اخر الامر؟ لا اعوذ بالله، بعدين انت مو هيك ربيتنا، انت ما بدك اياها تكون مبسوطه، ما بدك اياها تكون مرتاحه. هاي المخلوقة إذا بتتزوج هاي جوازة يعني رايحة على الموت، بدك تبعتها على الموت أنت؟ لك مشان الله، مشان الله، مشان الرسول، أنت كان الجواز مثل الموت؟ لك هاي الجوازة أنحسن من الموت يا أبي، اعتقوها للبنت، مرت أبي يقبرني جمالك حبيبتي، اعتقيها للمخلوقة، هاي الجوازة ما حتصير، منيحة؟ ليه؟ ليه كيف عم تحدانا؟ لك أنا هاي البنت بموت كرمالها، أمي الله يرحمها وصتني بوصالة قبل ما تموت، بعدين كان قلبها حاسسها إنه هيك رح بيصير فيها. ليك صلاح لا تطالعني عن طولي، انا كلمتي ما بتصير تنتين، وما بيتهنى ولا بيرتاح اللي بيعاند ابو صلاح، وهذا الكلام اللي عندي. وانت اول ما بيرجع من السفر بدك تتجوزيه ورجلك فوق رقبتك، وهذا الكلام اللي عندي، فهمتوا؟ شفتي لي على هالغزال اللي مرق؟ اسمعي شو بدي لك، اعطيني 24 ساعة وانا رح احل كل شيء، ماشي؟ ما بتثقي فيني انتي.